للتعامل مع المشكلات الزوجية لابد من النقاش الهادئ المفتوح بين الأزواج بدون تدخل أي أطراف أخرى. دخول الأهل والأقارب في الصورة قد يكون شيء مفيد في بعض الظروف والأوقات العصيبة، لكنه في الأغلب بيفاقم وبيعقد المشكلات. سلام. ثلاثية الحب أو ثلاثية العاطفة أو علاقة ثلاثية، شو ما كان المسمى تبعها، بالنهاية هي علاقة شعورية بين ثلاث أشخاص. من الممكن إنها تكون صداقة، عاطفة أو عائلية، ومن الممكن إنها تكون علاقة قرابة كمان. وبما إني محضر خير دايماً، مش راح أحكي عن ولا واحدة من هدول، أنا بدي أحكي عن العلاقات الثلاثية في الحياة الزوجية تحديداً. دخول شخص جديد في حياة أحد الزوجين بشكل عاطفي قطعاً رح يشوه الرابط العميق اللي اسمه الزواج. نوعية هاي العلاقات من الممكن تندرج تحت مسمى الصداقة بالنسبة لأصحابها طبعاً، أو تكون عاطفية أو عائلية كطرف من المقربين بيكون مهيمن على العلاقة بشكل ما، لكن الأكيد إنها علاقة مؤلمة على الأغلب بسبب شعور الشخص المقابل في علاقته معه بالخيانة والخذلان. من أهم دوافع هاي العلاقة هو التفكك الزوجي. أول أيام الزواج كنا منعيش الأيام الوردية وشهر العسل ولمعان العلاقة الحميمية، بعدين شوي شوي بيتلاشى الانبهار بين الزوجين وبيبدأ الملل المفاجئ، وبتبلش السعادة الزوجية بالاختفاء بشكل تدريجي، فبصيب العلاقة الضعف والهشاشة، وبتصير الفرصة سانحة لحدوث فجوة عند أحد الزوجين، وبيهرب قلبه من خلال هاي الفجوة لشخص جديد دخيل على العلاقة. أما الخرس أو الصمت الزوجي فهو صورة أو وضع منعكس لفقدان الحب والمشاعر والتواصل بين الشريكين بسبب قلة الحديث والمشاركة فيه وبتفاصيل الحياة اليومية. أما الدافع الثالث لهيك نوع من العلاقات هو الخوف من مواجهة الشريك بعدم الشعور بالسعادة والأمان معه في العلاقة بسبب انشغاله أو إهماله الطارئ فجأة، أو صمته مع عدم المناقشة ووضع حلول لمواقف حياتية بينهم بتخلي العلاقة كلها توتر وقلق، وبيحاول كل واحد يهرب من الثاني ومن الحديث معه، واللي بيقود طرف منهم إنه يبحث عن بديل جديد أو شخص يجدد معه الشعور بالحب والقيمة الذاتية. وضيق علماء النفس دائرة الأسباب للخيانة الزوجية، واللي بتشمل ضعف ضبط النفس أو عدم الشعور بالالتزام بالعلاقة، سلوكيات اندفاعية، عدم التفكير في عواقب الأفعال وعدم الالتزام تجاه الشريك، الأنانية أو الغضب، وضع احتياجاتك فوق احتياجات شريكك، واستخدام العقاب للشريك المقابل، والسعي وراء جذب الانتباه، عدم الشعور بالرضا في العلاقة الزوجية والملل وانعدام الأمن والشعور بعدم الأمان حيال نفسك والحاجة للتحقق من الصحة أو الرغبة في الإثارة حتى لو كانت ناتجة عن سلوكيات مدمرة للذات مثل الغش. من ناحية نفسية، الخيانة هي سلوك أناني بطبيعته بيقود الشخص لإشباع نزواته بغض النظر شو نوع هاي النزوات، وكتير من الدراسات انعملت على مدى عقود لمعرفة سبب غش وخداع الناس في علاقاتهم، وتم التركيز على السمات التالية: ضعف ضبط النفس والأنانية والغضب والملل والبحث عن جذب الاهتمام، كونها الأسباب الأكثر شيوعاً اللي بتجعل الشخص غير مخلص في علاقته مع الشريك. ومع هيك بتشير دراسة أجريت عام 2018 إلى أنه حتى الخيانة الزوجية اللي هي بطبيعتها سلوك أناني هي أكثر تعقيد مما تبدو عليه في الظاهر، وهناك أمور أعمق من سمات الشخصية في كل شخص في العلاقة، وفي أبحاث للتعرف على هاي السمات اللي بتأثر في الخيانة الزوجية واللي تسمى اليوم الخمسة أو الخمسة الكبرى The Big Five، واللي اختصروها بكلمة Ocean، وهي الانفتاح على التجربة بمعنى الرغبة في تجربة أنشطة جديدة، والانفتاحية الاجتماعية والقبول والعصابية مثل القلق والإفراط في التفكير أو السلوكيات المقلقة. أما بالنسبة للتكنولوجيا فإلها دور كبير في تسهيل الخيانة، وبيختلف هالشي حسب الثقافة، فالمجتمعات الغربية في تواصل مفتوح بين الجنسين بعكس المجتمعات الشرقية المحافظة، وبتكون وسائل التواصل الاجتماعي أداة ومفتاح للعلاقات غير المقبولة اجتماعياً،
وفي الغرب الزيادة في التكنولوجيا وتطبيقات المواعدة أو الديتينج اللي بتستهدف المتزوجين أحد أكبر أسباب حدوث الخيانة الزوجية. العلاقات الثلاثية أو ثلاثية الحب ولا شو ما كانت المسميات الفاضية والقاضية هي محرمة بكل دين وعرف ومنطق، والخيانة الزوجية نتائجها كارثية من خلافات وعنف أسري وأمراض نفسية اللي بتأثر في الأسرة كلها وخاصة في الأطفال، مش بس بين الزوجين، وأيضاً من تأثيراتها اللي هي الأمراض الجنسية ومضاعفاتها، خاصة لما تكون الخيانة مع بائعات الهوى واللي بينتج عنها أمراض خطيرة مثل الإيدز وسلسلة طويلة من الأمراض المزمنة. أضف إلى ذلك الحمل غير المرغوب فيه، بالإضافة إلى عواقب دينية ومجتمعية واقتصادية نتيجة الطلاق. للتعامل مع المشكلات الزوجية لابد من النقاش الهادئ المفتوح بين الأزواج بدون تدخل أي أطراف أخرى. دخول الأهل والأقارب في الصورة قد يكون شيء مفيد في بعض الظروف والأوقات العصيبة، لكنه في الأغلب بفاقم وبعقد المشكلات. لهيك حضور جلسات الإرشاد الأسري للمشكلات الأسرية أو العلاج النفسي للزوج أو الزوجة إذا وجد مرض نفسي كمسبب، لابد من الحديث بينهم عن احتياجات كل منهم من الآخر في العلاقة، وخلق مساحة آمنة من الحب مرة تانية لتجنب إعطاء فرصة لشخص دخيل على العلاقة بكل سهولة. أنا كدائماً بتمناكم بيوت هادئة وهانئة بسودها الحب والمودة، زي ما قال ربنا في الكتاب الحكيم: وجعلنا بينكم مودة ورحمة. أنا شادي صالح، لا تنسوا تتابعوني في برنامج جدل على شبكة منصات اللي لينكاتها موجودة في أسفل الشاشة. سلامات.